تعادلات وست هزائم، وقام بضم مجموعة من الأسماء خلال الميركاتو الشتوي خاص عن هذا الفريق مع هذا الروبورتاج لعبد الحق الشراط. قدم فريق شباب أطلس خنيفرة الذي تأسس سنة 43 ألف مستوى جيد في لقاءات الذهاب داخل وخارج الميدان، أكثر من ذلك منح للجمهور الفرجة المطلوبة والأهداف المنتظرة، فوقف كخصم قوي أمام الأندية الكبيرة، علما أن ميزان التأثير السنوية لا تتجاوز 1,800,000,000 سنتيم، ورغم ذلك صنع لنفسه اسما مهما ضمن الكبار. وفي الحقيقة السر ديال هذا النجاح ديال الفريق في هذه المرحلة ديال الذهاب هو الثقة وانضباط، ثقة بين المكونات ديال الفريق وانضباط ديال اللاعبين اللي كنشكرهم من هذا المنبر، والتطبيق ديالهم داخل الميدان والتلاحم الكبير. انتدابات اللاعبين كانت على النقاص، والفريق لا يريد العودة من جديد للقسم الثاني كما وقع له فيما مضى، لذلك استجمع كل قواه الاقتناصية أكبر عدد من النقاط لتأمين البقاء ضمن الكبار مبكرا في بطولة لا ترحم من حيث الإيقاع، ونتائج إيجابية تتحدث عن طموحاته الجارفة. ولكن كاين واحد الرغبه قويه الان عند المكتب المسير على انه غادي يتفرغ في هذه السنه فيما يخص جانب التكوين، لاننا حنا بغينا نوصل لواحد 3-4 سنين ونتنفسوا شويه فيما يخص جانب الانتدابات، ويكون عندنا لاعبين محلي، لان خنيفره مدينه ولاده تتولد اللاعبين ولادتهم في الستينات في السبعينات في الثمانينات، فلما لا في الوقت هذا. عندنا تركيبه بشريه اللي كتضمن لاعبين ذو خبره كبيره، وكاينين لاعبين شباب ولاعبين اجنبيين، فكاين جهود باش انه غادي تكون واحد المجموعه متكامله، فكيخصنا واحد شويه الوقت ان شاء الله باش تنسجم المجموعه ان شاء الله باش تعطي كل ما عندها ان شاء الله باش يحقوا الهدف المنشود. فريق شباب أطلس خنيفرة يشق طريقه بالثبات نحو المراكز الامنه، ومؤشرات عديده تقول بانه استانس كليا مع اجواء الكبار، لذلك لا خوف عليه. تبقى الاشاره الى انه تم انشاء مدرسه لكره القدم خاصه بالفريق منذ ما يزيد عن 6 سنوات، تضم حاليا حوالي 150 لاعبا، ويتوقع منها ان تكون خزانا له في المستقبل لما تضمه من مواهب ومهارات، ويشرف عليه حاليا العديد من الاطر التقنيه لرسم خارطه الطريق نحو المستقبل. مدرسة ديال شباب أطلس خنيفرة. وقاش دخلتي؟ هادي شي 3 سنين. 3 سنين، شنو تتعلم؟ شنو تعلمت؟ تعلمنا تقريبا كلشي، لعبوا كرة، لا باس، تير، دريبل، كلشي. شنو توصلت لعبتي؟ تعلمت نلعب السبعة. شنو الطموح ديالك؟ نولي لاعب مشهور. لأنصار هذا الفريق العريق شباب أطلس خنيفرة نقول لا خوف عليه، فالغدو بالتأكيد سيكون واعدا. إذن